معانا رسالة من جهاد بتقول: ما تفسير حلم ان دايما انا وانا ماشية في الشارع بلاقي فلوس ورق وساعات بتكون مدفونة وباينة وباخدها من تحت الارض وببقى مبسوطة جدا طول ما انا ماشية؟ وبرضو في تفسير حلم ان دايما ببقى في لجنة امتحان وخايفة وقلقانة الوقت يخلص، بس بعدين بحل كويس وببقى مطمنة. ابشري. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا صهيب الرومي، دعا لهم بالرزق، ودعا لهم يعني يعني اللهم بارك لك في صفقة يدك. يعني ايه؟ يعني ان كل ما يمشي بيقول لدرجة ان انا ظننت ان انا لو رفعت حجر حاجت تحته مال. فمعنى كده ان دي بركة في رزقها، نظير دعوات والديها بالرزق والبركة، فهو خير كتير قادم ليها. ربنا يوسع رزقها.